تخفي المطربة ميريام فارس تفاصيل تعاقدها مع إحدى القنوات الفضائية العربية الخاصة من أجل تقديم فوازير لرمضان المقبل، وتتكتم ميريام على فكرة الفوازير التي تقدمها للمرة الثانية بعد ما قدمتها من قبل على قناة القاهرة والناس في رمضان عام 2010. يذكر إن ميريام فارس كانت قد قدمت حفلاً بالقاهرة الأحد بملاهي دريم بارك بمدينة السادس من أكتوبر في أول ظهور لها رسمياً في حفلات بعد دخولها عش الزوجية، وغنت ميريام خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغنياتها المصرية واللبنانية، منها ناديني وهقلق راحتك وأنا والشوق وأنا قلبي ليك ووحشني إيه وأنا مش أنانية وحسسني بيك ويا عالم بالحال. يا ماما الحب سعيد شوف ما